مدام ليلى سامي. ايوه. الف مبروك يا مدام ليلى. مبروك على ايه؟ بوزيتيف، حامل. ايه؟ حامل؟ بجد حامل؟ يا بنت كريم يا رب، يا بنت كريم يا رب، الف حمد وشكر لك يا رب، الحمد لله الحمد لله، الف حمد وشكر لله، الحمد لله. مدام شروق لاشين؟ ايوه انا شروق لاشين. الف مبروك، انت حامل. حامل؟ ايه؟ حامل؟ اقسم بالله متفاجأة زي زيك. متفاجأة؟ وحياة امي. اه يا لئيمة، وانا اللي جاية وراكي هنا زي الهبلة وطول الطريق تقولي لي اه شكلك خدت برد في معدتي، اداريك مية من تحت تبن. ايه؟ مستكترة عليا ابقى حامل وخلف زيك؟ يا جماعة استهدوا بالله، ده بدل ما تفرحوا ادعي بس ان ربنا يتممهولك على خير وسيبيني في اللي انا فيه. انت كمان بتفولي عليا؟ طب ايه رأيك؟ هيتمها لي على الف خير، وهجيب لحازم بدل العيل 10. 10 في عينك يا ليلى. في عينك انت خلصة. حامل ازاي؟ هي ايه الحكايه؟ الاتنين دول شكلهم ضراير. ضراير؟ يا اختي ده الراجل ليلته سودا اللي نادي. الحمد لله، الف حمد وشكر لك يا رب. مبروك يا ليلى يا حبيبه قلبي، مبروك، الف مبروك. فعلا ربنا كبير، الحمد لله. في ايه يا ليلى؟ في ان انا مش عارفه احضنك. كنت عايزه اديكي بالبوكس في وشك بس ما قدرتش. انا اول ما عرفت الخبر اكتر اتنين في الدنيا كان نفسي يعرفوا بعض ابويا هو انت وفريده. اقسم بالله حتى قبل حازم. وانت لو ما كنتش عملتي كده انا كنت ممكن اذبحك. لا يا شيخه، وانا المفروض اعمل فيكي ايه دلوقت؟ اذبحك برضو؟ انا ماليش دعوه باللي انت عملتيه في فريده، ده بينك وبينها. الحمد لله طالما جيتي هنا وسلمتي نفسك يبقى ضميرك لسه صاحي، لكن انا بتكلم عليا انا. انا ليه عملتي فيا كده؟ ليه؟ حقك عليا يا ليلى، حقك عليا. يا ستي لا حق ولا نيله، انت مش فاهمه حاجه اصلا. انت عارفه انت عملتي فيا ايه؟ انت اكدتيلي اللي انا طول عمري بحاول اكدبه لنفسي. اه والله اكدتيلي ان انا واحده غبيه وذكائي محدود وما بفهمش. اه والله انا طلعت فعلا ما بفهمش. انا كنت طول الوقت بقعد ابص عليكي كده وانت بتتعاملي مع فريده واقعد اقول هي ازاي مستحملاها كده؟ هي ازاي عامله لها خدها مداس كده؟ وارجع اقول لنفسي لا يا ليلى حرام عليكي، حرام. لا يمكن فعلا شيرين كويسه والدنيا لسه بخير، وكنت كل ما اشوف جدعنتك معاها احبك اكتر لحد ما صدقت ان احنا بقينا اصحاب بجد. لا يا ليلى احنا اصحاب بجد، والله العظيم انت ما تعرفيش انا بحبك قد ايه. انا حبيتك من اول يوم شفتك فيه، وقلت انا عمري ما شفت اطيب ولا اجدع من البني ادمه دي. والله العظيم ما تعرفي انا بحبك قد ايه. حبتيني اه جايز، بس ما وثقتيش فيا، والا كنت قلتيلي. لا الموضوع مش كده خالص، والله العظيم ما كده. انا من اول يوم، انا عايزه اقول لكم، انا من اول يوم قابلت فريده في الجروب ثيرابي وانا عايزه اقول لها على كل حاجه. صدقيني انا ولا كان قصدي اخبطها، ولا كان قصدي امشي واسيبها، ولا كان قصدي اي حاجه من كل ده. كنت عاوزه اقول، كنت عاوزه اعترف لها انا فعلا جبانه، جبانه وبنت 60 كلب كمان. وهو ده اللي كان بيخليني كل يوم باجل، كل ما اجي اقول اجل. وكنت في نفس الوقت بقرب منكم وبحبكم، وده كان بيكتفني، بيخليني كل ما اجي اقول مش عارفه اقول. وكان عندي امل ان فريده تعمل العمليه وتفتح وتفرح، وساعتها اقول لها على كل حاجه. والله العظيم يا ليلى هو ده اللي كان جوايا. والله والله يا ليلى صدقيني، والله صدقيني حبيبتي. والله اسفه يا حبيبتي، اسفه حقك عليا. والله العظيم ما كنت ازعلك، كنت ازعلش منك. مش بقول لك مفيش اطيب منك ولا من طيبه قلبك. انا مش زعلانه، مش زعلانه يا ليلى ان انا هتحبس. بالعكس انا عايزه اخد عقابي عشان ارتاح. أنا بس كل عايزة حاجة واحدة بس، أنا عايزة فريدة تسامحني. أنا مش هرتاح غير لو فريدة سامحتني. هتسامحك إن شاء الله. هو إيه اللي ما تسامحكيش ده؟ هي الناس ما فيش في قلوبها رحمة؟
انا هنزل من هنا وهروح لها وان شاء الله هتسامحك وهجيبها معايا وتيجي تحضنك وتحط في عصيكي كمان. يا حبيبتي يا حبيبتي.